السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا عايز أسألك عن جماعة قرايبي ساكنين عندكم. اسمه إيه قريبك اللي بتسأل عنه؟ اسمه المعلم جباري عبمولة. هو منتظرني. قول له المعلم نمر الطيب. ثانية واحدة. يا اهلا وسهلا، المعلم القباري زبوننا من زمان، هو في انتظارك في غرفه 103. دي تليفون يا معلم. على فكره معلم قباري، يا ريت تحافظ على المعلم نمر وتخلي بالك منه لحسن يضيع من ايدك. اديك شايف فلوس قد ايه جايبها له. يستاهل، يستاهل قد كده 10 مرات. قالوا لا كان زماننا مشرفين في سجن القناطر. فالله ولا فالك يا شيخ. اصبر يا اللي بتخبط. ده اكيد المعلم نمر. اتفضل يا معلم نمر. يا دي النور يا دي النور. خير؟ في ايه؟ الراجل اللي تحت في الشيبس اللي تعرفوه؟ لا لا. ولا جيتوا هنا قبل سابق؟ لا لا. وبشكل محل. اسمعوني زين. ألو معك. ألو مديرية الأمن، أنا أيمن فداوي مدير لوكاند السلام اللي جنب المحطة. أنا بكلم بخصوص النشرة اللي جابها لي واحد من المخبرين عن تاجر مخدرات اسمه نمر الطيب. اسمع، حاول تعطلهم بأي طريقة حتى لو قفلت عليهم الأبواب. أنا جاي حالا، مع السلامة. يا حسن جهزوا نفسكم حالا. زي ما قلت لك. بلدينا. لا ابدا، بس انا لقيت الضغط عالي عندي شويه، قلت اوصل الصيدليه اللي جنبنا دي اجيب حاجه تنزله. يعني من فين معلم قباري ومعلم نمر؟ المعلمين فوق قاعدين مع بعض المغزى، يعني قاعد الشغل، فانا قلت اسيبهم لوحدهم. السلام عليكم. تحت امرك يا معلم، مع السلامه. اطلع. ريال احنا خصوصي، فاهم؟ مفهوم يا بيه. انتوا مباحث، بس مفيش مباحث بتدفع فلوس دي كلها. خليك في حالك واطلع على طول يا جزمة يا ابن التزمة. مباحث عليا الطلاق. مباحث يا ابوي. اما عريسك ده امره عجيب، هيجنني خلاص. ليه بس يا ابوي؟ عامل ايه؟ ما هو يا اما قليل السوق، يا اما بيستعبط، يا اما فاكر نفسه داخل صفقة وخلاص. صراحة بقى ابوكي عنده حق، المفروض فعلا يكون دايما معاك اليومين دول، يشوف تجهيزات الاوض، ترتيبات الفرح. يا شيخة شوف ناقصك ايه؟ يا امي انتوا مش فاهمين مناع زي ما انا فاهماه. مناع عاش طول عمره لوحده، لا بيشيل هم حد ولا حد بيشيل هم.
يعني كل اللي انتوا شايفينه مهم هو بالنسبه له مش مهم. كلام نورهان صح، مناع محتاج وقت كبير قوي على ما يتعود على حكايه الاسره دي. حد قادر يغلبه في الكلام؟ انا لحد دلوقت مش عارف الزمه باي حاجه. ليه بقى يا ابوي؟ ما هو قال لك انا تحت امرك في اي حاجه. واحنا هنطلب منه ايه؟ ما هو عارف بنتنا عايشه ازاي، ومش معقول يعيشها في مستوى اقل من اللي هي عايشه فيه. لكن هقول ايه، السعاده حاجه تانية، وانا واثقه اني هكون سعيده معاه قوي. يعني منك الدواله اللي انت فيها دي هتخليه يتمرع علينا؟ انت خدت من ناحيه الدواله فاهم الدواله. فاكر شكلهم؟ ايوه يا باشا فاكرهم كويس. يعني تقدر تديني اوصافهم؟ اكيد طبعا. انت تخليك هنا ولو في اي حاجه غريبه تبلغني. تمام يا فندم. وانت تاخد الاستاذ معاك للرسام، عاوز على بكره الصبح صوره تجريبيه لكل المشتبه فيهم. تمام يا فندم. العمليات عاوز اغلاق تام لكل مخارج ومداخل سواج. على كام؟ على كام؟ بعدنا يوم الثلاث، انا اللي اتصل بيك بقول لك تستلم متى وفين. انت شايف الحكومه حاطه عينيها علينا بكل مطرح. انت مش هتهدي فلوسك يا سيدي؟ خليها على الله، ربنا على الخايل. يلا بالسلامه. اي خدمه ثانيه يا ساتر العميد؟ توكل على الله يا ابني، توكل على الله. السلام على الباشا. حبيبة قلبي دي كلها أمور هينة ممكن تتلم بعد الجواز، لكن الشغل اللي في يدي ما ينفعش يستنى. شغل ريحته وحشة. ريحته زرايبي ما يليقش بعريس وعروسة فل وياسمين. لا، يوم الثلاث بإذن الله، ويوم الخميس هتكون دخلتنا، وبعديها هكون كتاب مفتوح بين إيديك الحلوين. صباح على خير يا قمر. آه حلوة عسلة. دول حقي ودول لازم يروحوا النجع من غير ما حد يدرى، بس مش قبل ما اخصم رسم المرور الصحراوي. أنا بعت الصور لمديرية أمن القاهرة زي ما حضرتك أمرت. آه بس واضح من الأوصاف سيادتك إنهم كانوا متنكرين. مالي على الكمبيوتر كل الاحتمالات التجريبية لنمر الطيب من غير تنكر، وسيب بتوع مصر يشوفوا شغلهم. أمرك يا فندم، بعد إذن سعادتك. مع السلامة. لكن إيه رأي سعادتك؟ شكله مألوف زي كل الأشكال اللي حوالينا. الكمبيوتر هيجيب كل الاحتمالات الواردة، وبإذن الله نوصل له. ده لو كان في سوهاج أصلاً. لانه في احتمال كبير يكون من محافظه تانية. المهم نوصل له، احنا عندنا حاجات تانية اهم من المخدرات. الو. ايوه يا معلم جباري، شكلك اتصلت من تليفون في الشارع. كويس، يعني اكيد تليفونك متواجد. اسمع يا سيدي المفيد، يوم الثلاثة على الضحى يعني الساعة 11-12 التسليم في المكان اللي اتفقنا عليه شرق الفيوم. أيوة، والسيم تايه والدليل، وهتقول له فلوسك في جحر الإرند، هيديك الأمان طوالي ويسلمك. طيب يا سيدي، مع السلامة.